استعدادات غربية لتجهيز خليفة زيلينسكي، طلاق بوتين يجتاح السوشيال ميديا، موسكو قد تحرم أبل من مادة مهمة. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية. أنا ميسون عزام أحييكم، فأهلا بكم. بالتزامن مع اقتراب القوات الروسية من دخول العاصمة كييف، بدأت الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا في البحث عن بديل للرئيس فلاديمير زيلينسكي حال اغتياله أو اعتقاله، مع تحضيرات لحكومة أوكرانية جديدة قد يكون مقرها بولندا. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية والتي نشرت الخبر أوضحت أن زيلينسكي رفض الانتقال إلى مدينة الفيف غربي البلاد رغم تقدم القوات الروسية نحو العاصمة، فيما يرى الغرب أن وجود زعيم مستقل يعترف به سيساعد في منع أي قادة مدعومين من روسيا من اكتساب الشرعية. ومع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 11، أشار مراسل العربية إلى وجود محاولات للجيش الروسي لدخول العاصمة كييف من المنطقة الشمالية. المراسل أفاد بتعرض مدينة أربين الواقعة في ضواحي كييف، تعرضها إلى قصف روسي عنيف، وأظهرت مشاهد حجم الدمار الهائل في المدينة، فيما تحدثت تقارير عن فرار الآلاف من سكان أربين إلى مناطق آمنة نتيجة القصف المتواصل والاشتباكات العنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية. وبعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته مع بداية الأزمة الأوكرانية. الفيديو الذي اجتاح السوشيال ميديا يتضمن تقريراً منشوراً على قناة العربية تعلن فيه المذيعة أن بوتين أعلن طلاقه من زوجته بعد 30 عاماً من زواجهما، ما شكل صدمة للمجتمع الروسي، لكن المفاجأة كانت أن الفيديو منشور في 10 يونيو 2013 بعنوان صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين. إلى أمريكا هذه المرة، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل جزءا من مقابلة تلفزيونية أخطأ فيها الرئيس جو بايدن مجددا في الكلام، قائلا إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين غزا روسيا طبعا بدلا من أوكرانيا. بايدن قال في المقابلة مخاطبا المذيعة: كما تعلمين قرر بوتين غزو روسيا، كيف وصلنا إلى هنا؟ فيما انتشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي لبايدن يقول فيه خلال خطابه في الكونغرس إن بوتين لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني بدلا من الشعب الأوكراني. وفي خبرنا الأخير، تعتزم موسكو تقييد تصدير الياقوت الاصطناعي المستخدم في تصنيع أجهزة آيفون، وذلك بعد أيام من إعلان شركة أبل الأمريكية إيقاف كل مبيعات منتجاتها في روسيا. وكالة سبوتنيك الروسية أوضحت أن سوق الإلكترونيات الدقيقة في العالم يعتمد بنسبة 40% تقريبا على الياقوت الاصطناعي الروسي، مشيرة إلى أن الغرب يخشى من فرض حظر على الصادرات الروسية من هذه المواد، خصوصا أن هناك صناعات منفصلة تتجاوز حصة الياقوت الاصطناعي الروسي فيها 70% من السوق العالمية.